أكدت استشارية طب العائلة ورئيس عيادة الموظفين في مستشفى الملك حمد الجامعي الدكتورة عبير الأستاذ خلال لقائنا في برنامج بكم نعود، أكدت على أهمية وفعالية التطعيم في خفض الإصابة بفيروس كورونا وحماية أفراد المجتمع خصوصا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. اللقاح أو التطعيم يعطي فائدته. آمن. نعم. والفائدة هذه تأتي عن طريق أنه هو منح المتلقي مناعة ضد المرض، ولا سمح الله لو كان يصاب بأعراض طفيفة وخفيفة ما تكون خطرة، وبنفس الوقت وفر خلينا نقول حماية حق أهل بيته واللي محيطين فيه من الفئة اللي هم عندهم مناعة ضعيفة أو صغار السن أو كبار السن. بالإضافة إلى ذلك أضيفي عليه أن اللقاح هذا أو التطعيم أعطاني وقاية من 6 شهور إلى سنة على حسب الدراسات الأخيرة. فبالتالي اللقاح آمن، فبالتالي ما عاد شفنا في أي مضاعفات. جرعة المجشطة بالبداية هي عبارة عن جرعة تعزيزية للمناعة المكتسبة وتنشيطية للذاكرة المناعية. فبالتالي أنا لما أعطي جرعة منشطة لكبار السن بالذات أو العاملين بالكادر الطبي أو الصفوف الأمامية أو الجماعة اللي هم ذوي المناعة المنخفضة والأمراض المزمنة، أنا هني أعزز مناعتهم الزيادة وأعطيهم وقاية للمرض بحيث أن أنا أمنع عنهم أي إصابات شديدة.